ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. في الفرن انا بس مستني ان شاء الله الفراخ تاخد لون، هنشوف شكلها عامل ازاي، ومستني كمان برضو المسقعه تاخد لون او تكمل تسويتها، يبقى الامور ان شاء الله زي الفل. طيب نوسع على نفسنا ونعمل حبه ملوخيه على السريع، ما فيهمش اي حاجه من الصعوبه ان شاء الله. الملوخيه فيها تفصيله كده بعض الناس بتشتكي منها. ايه هي التفصيله بقى؟ شيف بتغمق مني الملوخيه، يا شيف بتسقط مني الملوخيه. انا اقول لكم المعلومات البدائيه او البدائيه يعني دي موضوع الملوخيه، وده يمكن اللي علمنا الحاجات دي امهاتنا. تقول لك دايما الحاجه ربنا يديها الصحه امي وكل امهاتنا، لو غطيت على الملوخيه تسقط، ولو سبتها كتير تغلي تغمق. ده مش كلام شيفات، ده امهات. في الشيف هيعمل ربع الام. في اكلات بالذات كده اكلات المصريه بتاعتنا من قبل ما يبقى في برامج ولا في شيفات، الامهات بتاكلنا ازاي بالطعم الحلو اللي لحد دلوقتي بترسخ في مخنا. يعني كل واحد فينا يقول لك ايه، استنيت بس بتاعت مامتي احلى واحد. طبعا حقك، الملوخيه بتاعت امي احلى واحد، مش عارف ايه. ده مش بس جاي ان هي انت حبيبها يعني ان هي عشان بترضيها، لا هي فعلا احلى حاجه، لان هي بتتعمل بطريقه حلوه، بتتعمل بطريقه اللي انت تربيت عليها بالنفس المصري بنفس البيت. فدايما الملوخيه دي بالذات من اساسيات البيت، واحنا كلنا تربينا عليها بخلاف لما كبرنا. رز وملوخيه ده احنا يعني والفراخ مع كوكو يعني كلنا تربينا على دي. فالملوخيه مهما الف مطعم والف شيف ويقعد يعمل لك كده انسى، صدق اخوكم، صدق اخوكم، الحكايه في البيت، حكاية في الاكل المداري ده بالذات، او الحاجه اللي معموله بايد الام. انا مش ضد حد ومش بتكلم بشكل معين على مطاعم، والله لا، بس انا دايما بقول اكل البيت حلو في كل احواله، ومش ضد المطاعم، بس انا شغلانتي مش مع المطاعم، يعني انا مش شغلي مع حضراتكم، فبحب اجيب المطاعم لحضراتكم، مش اسوق للمطاعم ان هي حلوه، لا مش ده المقصود. المقصود دايما ست البيت ليها حق تعمل اكل كويس، افكار مختلفه بالتست بتاع حضرتك. ده انا بالنسبه لي بقول اولادنا واللي بيسمعونا، اكل الماما هو احلى اكل في الدنيا، ولا اكل علاء ولا غير علاء، ده حاجه وده حاجه. المقصود اللي تربينا عليه لازم نحافظ عليه، والاكل المصري بتاعنا والخضار بتاعنا، طريقه الاكل بتاعتنا حتى لو معمول ببساطه والله هيبقى طعمه احلى من الف علاء، صدقوني. طيب حبه الملوخيه اللي انا بتكلم عليه بقالي ساعه ما فيهوش اي تفاصيل، واي ست بيت حلوه وشاطره زي اللي بتفرج علينا دلوقتي، حبه مرقه حلوين اجيب عندي كيس الملوخيه. طبعا الملوخيه دي بتبقى فروزن مش فريش. بسم الله، انزل كده الناحيه الثانيه على ما تقلب بس كده، فكها كده بس شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان ما تعملش ريم. وهجيب عندي الناحيه الثانيه ايه بقى، معلقه توم حلوه على معلقه سمنه حلوه، نطفيها من على النار بس عشان خاطر ايه الملوخيه تاخد غلوتها كده. وفي حاجتين هتكلم عليهم في الملوخيه، في ناس تحب تحط قرن فلفل في النص، وفي ناس تحب تحط نص معلقه سكر، وفي ناس تحب تحط توم فريش، وفي ناس تحب تحط في النهايه كزبره ناشفه على الوش. طرق كتير جدا، كل واحد ليه طريقه، ولكن اهم حاجه بس الاول نعمل كده. شايف اللي بعمله ده؟ نشكل الملوخيه نخليها تفك، ما تبقاش حاجه مكلكعه، بشوكه كده بس. ثواني ونشوف نعمل ايه. نبص بص على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر الله اكبر. يلا باشا، الله اكبر على الفراخ البلدي يا بلدي. بسم الله، اتفضل يا فندم. اللون ده مش لوحده، فرشه سمنه. انا صريح اهي، بقيت الفرشه اهي، شوف اهي. بص بقى بالاخر بعمل ايه، بلمعها تاني. بص فرشه السمنه عامله ازاي، بص المنظر، بص الحشو، فاكرين الحشو؟ فاكرين الحشو ولا مش فاكرينه؟ بص بعمل ايه كمان، بص بص في البوله ده، تجيب السمنه دي شايفها، وراح ملمع بيها تاني حاجتي اهو، عشان لما اجي اكل حاجه ما تبقاش ناشفه. بص المنظر، جزء الفراخ عامل ازاي، شايفها يا طمان؟ شايف الملامح؟ مفيش حاجه، والحمد لله. كان لو سبناها شويه في التسويه بص كان ممكن تتبوظ مننا. نرجع تاني للملوخيه، تمام التمام. ارجع بقى للسمنه تاخد طشتها عشان ما تاخرش في الملوخيه. احنا قلنا معلقه ثوم على السمنه، بسم الله، حلوه كده. قليله شويه، اوكي نزودها. كزبره ناشفه
تنزل اول ما احس ان خلاص الدنيا هنا بدات تسخن وتغلي زي ما حضراتكم شايفين، ويبدا داخل التوم على الاحمرار مش الغمقان. كزبره ناشفه، معلقه حلوه كده ادوبها. الملوخيه خلاص اهي بتغلي غلوتها من عايزها. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. وهعمل الحركه دي لو حبينا. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز يا فندم؟ معايا يا فندم؟ بسم الله. بص منظر الملوخيه، شوف قوام المظبوط اهو ما شاء الله. ده على الطشه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا فندم ده خلاص كده بنقفل. شوف دي الملوخيه بتاعتنا في البيت، ما فيهاش اي انتكاسه وما نعورش. نزود اكتر من كده، ننزل على طول على الغرف. شكرا. الطشه مظبوطه، كل حاجه تمام تمام. ما رضيتش اغمقها شويه كده، احنا ملوخيه خضراء. شايف المنظر عامل ازاي؟ ما خلاش تغمق مني كتير ولون ريحه حته ثانيه خالص. لا احنا كده زي الفل يعني.